تهنئة خاصة من أسرة برنامج الديربي لسمو الأمير عبد الله بن مساعد، أعلن رسميا شراء لنادي شاتور الفرنسي. يعني صحيح نادي مغمور، لكن بالنهاية أي درجة؟ ثانية. درجة ثانية؟ نعم. نتمنى التوفيق ل ينافس ولا ما ينافس عادي؟ ان شاء الله ان شاء الله نتمنى التوفيق. يعني مو الاولى الثانيه؟ لا لا، اي والممتاز غير الممتاز. الحين ينافس؟ لا لا ما ينافس. ما ينافس. نتمنى التوفيق. هم عندهم كذي نفسه ممتاز. لا اولى ليج 1 ليج 2 ليج 3 كذي. هذا ليج 2 هو ليج 2 ليج 2 اي هذا يعني يصعد يلعب ان شاء الله. ما عندهم ممتاز. هم ما عندهم. عموما نتمنى التوفيق لسمو الامير عبد الله بن مساعد، والله يوفقك. شفنا الطفره اللي عملتها مع شيفيلد يونايتد، مع يعني تحفظنا هذا الموسم اكيد امور ما ندري، انت اخبر في اللي حاصل مع الفريق، لكن الطفره اللي حصلت الفريق وصعوده للدوري الممتاز شيء يحسب لك دون شك. نتمنى ايضا لشاتور الفرنسي ان ايضا ينافس في الايام القادمه وفي السنوات القادمه، وايضا ينافس نادي باريس سان جيرمان، وتصير منافسه حلوه بين الاخوان في باريس سان جيرمان والاخوان والاشقاء في نادي شاتورو، ونشوف اثاره ايضا في الدوري الفرنسي. يعني الحين التكلفه العاليه عليه ويروح للدوري الفرنسي، ليش ما يسوون فكره حتى بالكويت يعني ان ممكن انت تنشئ نادي تجاري وتشارك في الدوري مع الانديه الثانيه وتنشئ نادي؟ لما تنشئ نادي اتوقع في ما انت محاط دوري محترفين؟ ادري في وين بالكويت قصدي؟ لا لا في السعوديه. ما دوري محترفين اذا في اوروبا يعني. كان بامكانه الامير انه ما ادري النظام عندهم يصير ينشئ نادي تجاري ويدفع فلوسه مثل ما كان يدفعها اكيد في مبالغ كبيره في فرنسا يدفعها بس النظام ما ادري عاد عندهم يصير ولا ما يصير. هو الحين هو النظام انشاء نادي شلون ما يصير انشاء بسعوديه؟ هي فكره من شراء سعود، الفكره من شراء هناك الانديه. انت اليوم الامير لو شرى نادي بالسعوديه وانشا نادي، شنو المردود العائد اللي بيجي له؟ ما في عائد. لا هناك لا ممكن هنا اقوى من هناك. هناك العائد تجاري، يعني هناك العائد تجاري.